أستاذي، ابتداء من غدا الخميس غيولي ضروري إدلاء بجواز تلقاح، يعني في القهاوي، في الحمامات، في الأماكن التجارية. يعني شنو الرأي ديالك أستاذي؟ سيدي، شيء جميل، وهذا كيشجع الناس إذا نزلنا تلقحوا خصنا نلقحوا، لأن التلقيح ديال واحد أنه معناه أنه تكفي على باش ما يعاديش الناس. وهذه قضية اجتماعية، لأن الحقيقة لأن الدولة ووزارة الصحة ولكل الجهات المسؤولة فهي يعني مجدد ظروف ديال التلقيح. ماشي دابا الان عاد شفنا بحكم الفضول، انا شفنا الناس عاد الان كتمشي تلقح، حتى هذوك اللي مازال ما درتش التلقيح الاول، وهذا كنظن خطر. على الاقل يكون واحد الوعي، فكاينه مساله ديال التلقيح وبالمجان وكل التسهيلات، فلماذا لا؟ فهذا شيء جميل، لان يعني يمكن الانسان من تجاوز التلقيح فهو يعتبر بمثابه تحذير للذين لم يلقحوا، الذين قد يلجون الى الاماكن العموميه بحال المسارح او المطاعم او الادارات او الملاعب ان فتحت ليجيء الجمهور. نتمنى ذلك. فعلى كل حال، فجواز سألت على مرتبطه بالتلقيح، اذا فلماذا يبخل بعض الناس او انهم يتلكؤون في الذهاب الى مراكز التلقيح من اجل التلقيح وهذا الحصول على جواز التلقيح الذي هو مثابه مفتاح لصحابة جميع القطاعات من الاجتماعية أو الإدارية أو الاقتصادية أو الإنسان حتى يسافر. ضروري. أستاذ، درتي الزورة الأولى والثانية؟ لا، الثالثة. على اعتبار السنة الثالثة. مسألة عادية يعني، هذه شي أسبوعين تقريبا ندوز الثالثة، مسألة عادية. يا أيها الناس، ما كاين زعما شي إشكال أو شي صعوبات أو شي تنكر، لا تمشي كتاخذ نظام، كدير البطاقة ديالك الوطنية، والمسائل كلها ولات مؤربنة، ودينا الطاف تيقول لك يلاه سير بسم الله، سير صافي تيقول لك سير. سيدي، ابتداء من نهار الخميس غيولي جواز التلقيح إجباري وضروري، إلا كنتي بغيتي تدخل مثلا القهوة ولا الريستورون ولا شي بلاصة معينة، يعني شنو الرأي ديالك؟ وأنا كنعتقد بأن الدولة ربما درست المسألة جيدا وارتأت أن هذا الجواز لابد أن يكون ضروريا حفاظا على صحة المواطنين على ما أعتقد، وهذا هو الوارد. ثم أن ربما شفت أن بعض الناس تيروجوا لأن المرض راه ما كاينش، وبأن التلقيح غيسبب بعض الخطورة من بعد 5 سنوات أو من بعد سنتين، بعض الإشاعات، مع العلم أن الأمر بيد الله ولا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك أنا في نظري إذا كان الجواز ضروري وفيه مصلحة للمواطن ومصلحة للبائع والشاري وأصحاب المطاعم والمقاهي، فمن الضروري أنه الإنسان يلتزم به يكون أفضل. وكاين احتمال أن وحدين أخرين تقول لك ودي هذا يعتبر أنه بحال مسألة فوق طاقة الإنسان، وإنسان حر إلا بغى يتلقح أو ما يتلقحش، وحر أنه إلا ما بغاش يدير هذا الجواز. ولكن تتبقى المصلحة العليا ديال البلاد وديال الصحة ديال المواطنين تتبقى هي الأعلى. سيدي، ابتداء من غدا الخميس غيولي جواز تلقيح إجباري، يعني كنتي بغيتي تدخل المقاهي ولا المطاعم ولا أي بلاصة، يعني شنو الرأي ديالك؟ فكرة كنظن مستحسنة، لأن أولا كتحفز الناس اللي مازال ما داروش الفاكسان باش يمشيو يتلقحوا، وكتعطي الطمئنان ان الناس اللي كيدخلوا لاماكن مغلقه عموميه كيعرفوا بان كل شيء الناس كلهم ملقحين، اذا كيمشي بارتياح. درتي الجرعه الاولى والثانيه؟ نعم، جوجهم سايدين. تمام. الثالثه دابا شهر ونصف تقريبا غادي خصني ندير، كان ساين 6 شهور بعد اخر لقحه ديال الثانيه. السؤال ديالكم حول التلقيح، إجبارية جواز التلقيح، شيء جميل، شيء مزيان، يعني أنه نسعى ونحثوا الناس اللي ما ملقحين شيء أنهم باش تكون المناعة الجماعية. الملاحظة الوحيدة وهو كاين شوية ديال المباغتة كثير من المواطنين، خاصة الولوج لبعض المرافق العمومية، يعني بالتالي كيخص تعامل الحكومة مع هذا القرار
ديال الإجبارية بنوع من المرونة في البداية ديال على الأقل واحد 15 يوم إضافية إطار المرونة، ومن بعد يوقع يعني التطبيق الحرفي لهذه التعليمات. أما حاليا أنا كنظن كاين شي شوية ديال المباغتة واللي غادي يمكن تخلق شوية ديال المشاكل. أستاذي ابتداء من غدا الخميس غيولي جواز تلقيح إجباري، يعني نعم. تبغى تدخل القهاوي ولا المحلات التجارية ولا المطاعم؟ عندنا الخبار. شنو الرأي ديالك أستاذي في المسألة؟ يعني عملية في محلة معقولة بزاف، لأن المصلحة العامة كل شيء كيبقى كل شيء إلا المصلحة العامة، يعني كيكون الإنسان كيحرص باش تكون باش تحقق لصحة المواطنين صغارا وكبارا شبابا وكهولا وشيوخا وإناثا. أنا مقتنع بها من الأول، ملي فكرت نبدا الأولى قال لي الثانية قلت لهم بسم الله، قالوا لي الثالثة بسم الله، وكاين مبررات كاين إقناع، العنصر الإقناع موجود، إذا ما عندنا علاش نبقاو كنتشكوا ولا نتراجعوا ولا نخوفوا ولا دولة لكين. كيف سمعت يا أستاذي الخبر ديال إجبارية التلقيح؟ هو السؤال اللي قلتيه. لا بس كيف سمعت الخبر؟ خبر من خلال القنوات، من خلال إذاعة القنوات. أنا حارس على القنوات، القناة الأولى والثانية دائما كنحرص عليها زيادة على القنوات الخارجية. العربية بالخصوص. والناس كيهضروا في غالب الأحيان كيهضروا على أهميتها، على أنها شيء لا بد منه، شيء لا بد منه، لأن لا تخلى الإنسان ربما هذه يجيبها في رأسه. هنا نشاهد الإجراء اللي هو واجب صحي ووطني ومغربي وكل شيء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.